لك الحمد لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر محدود. وطلح ممدود. وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا. لأصحاب اليمين. سلة من الأولين. وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم. وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الماء.
الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تشكرون فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا يعلمون إلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kedua anak kita yang sudah tampil di pagi yang berbahagia ini membacakan atau menghafal surat Al-Waqi'ah. Ya, mungkin di dalam hafalannya masih terdapat kesilapan, terdapat kekurangan. Ya, ini mohon dimaklum karena kami masih dalam tahap belajar
Adapun tadi yang tampil, yang pertama kami panggil yaitu M. Alif Fikrana, itu anaknya Bapak Jul Fikri di Jalan AMD. Anaknya Pak Jul Fikri. Kemudian Muhammad Khalis. Muhammad Khalis ini sama dengan nama Pak Imam kita, yaitu anaknya Bapak Al-Muntazar, yaitu Komplek Belang Beringin. Ya. Pada keduanya kita ucapkan terima kasih, dan inilah mungkin harapan masa depan generasi kita. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.